احنا في افضل الايام، ايام عشر ذي الحجه. ايام عشر ذي الحجه فضلها تكلمت عنها قبل شوي، لكل يوم من ايام العشر، من ايام العشر ذي الحجه له فضل وله حدث عظيم. يعني مثلا في اليوم الاول الله في مثل هذا اليوم الله عفى عن سيدنا ادم عليه السلام يوم انه اكل من الشجره المحرمه، وفي ثاني ايامه الله استجاب دعاء يونس عليه السلام من بطن الحوت، وفي ثالث يوم الله استجاب لزكريا ورزقه بالابن اللي يتمناه، وفي رابع يوم ولد عيسى عليه السلام، وفي خامس يوم ولد موسى عليه السلام، وفي سادس يوم فتح الله للنبي أبواب الخير والبركة، ويوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد. أيام فضيلة وكل يوم لحدث، يعني في الثلاث أيام هذه أيام دعاء وأيام استجابة إن شاء الله. فأفضل ما يقدم وأفضل عمل ممكن يقدم الإنسان هو الصدقة. تصدق بعشرين بثلاثين في الأيام هذه، ممكن الله يعني يكفيك بها بلا، ولا يعجل بك رزق، ولا يعافي لك مريض، ولا يجيب لك دعاء. سم جاك النوم؟ لا. وش فيك تثاوب طيب؟ هذا يشغل، مش إشغال اليوم، هو في بلا. الله يهديك يا سعود. يعني الوقف تبرع من مالكم بيات مال تمسح بها راس اليتيم وتترك. الله سلام. هذا وقف الوداد لرعاية اليتام على الشطر ده. صح. الله الله. الله يرزقنا وياكم ان شاء الله الكلمه الطيبه اللي تفتح ابواب الخير لنا وللمشاهدين الكرام. اول حاجه ما تدري وين الخيره تفي. اول حاجه ممكن تقول كلمه عفويه من القلب توصل للقلب. يا سلام. احنا ما علينا الا التوجيه والكلام الطيب اللي ان شاء الله انه يغرس في قلب واحد صاد، ما هو بصاد من جهل ولا صاد من شيء، غير صاد ما دل الدروب. الحين الجمعيات اللي مثل الوداد فتحت الطرق واجد ودروب واجد. يعني وانت جالس في بيتك متكي بجوالك تقدر تكفل اليتيم وتتبرع في نفس الوقت. يا سلام. فالله يرزقنا وياكم ان شاء الله الكلمه الطيبه اللي تدل على الخير. انا دائما اقول، وشو دائما اقول، ان احنا ما احنا بتوجيه، احنا يوجهونهم. صح. في ناس والله يتابعونا انهم يوجهونا ويوجهون كثير من اللي في الاعلام حتى. صح. لكن لا اله الا الله، حنا تذكير. تذكير بس. نعم. ولا حنا والله ما نوجه، والله يا في ناس يتابعونا انهم يوجهونا ويدلونا ويعرفون اشياء ما نعرفها حنا. صحيح. صحيح. والتذكير هو يعني مساله التذكير. انا امس قريت تغريده او اليوم انه تغريده يعني كذا بمعناها انه الان ترى الايام هذه، واحنا نتكلم اليوم، امس كنا نتكلم عن الوقف، واليوم نتكلم عن الوقف، لكن الحديث اليوم مختلف عن امس. امس يوم عادي، اليوم يوم من اعظم ايام السنه، وهو عاشر ذو الحجه، وفيه تضاعف الاجور. يعني اليوم اللي بيتصدق بريال ما هو زي اللي تصدق امس بريال، لان ان شاء الله الاجور انها بتتضاعف. وهذا هذه التغريده اللي قريتها انه تؤكد هذا المفهوم، انه الان احنا في عشر ذو الحجه، ترى القانون الحسنات تغير، يقول قانون الحسنات تغير ما هو زي امس. فاليوم انت كل خير بتسويه، صدقة، صيام، ذكر، أي فعل طاعة وأي شيء حسن، إن شاء الله إن شاء الله يعني الحسنة بعشر أضعافها، والله يتقبل يا رب منا ومنكم جميعا. وصراحة مثلها أيام هذه ما ودك الواحد يجلس يفكر كذا وتفوت عليه الفرصة الذهبية اللي هي عشر أيام في السنة. عشرة ذو الحجة هي ما تتكرر إلا مرة في السنة، هي عشرة أيام بتمر، اللي بيغتنمها كسب واللي بيفوتها. يا سلام. وبهذه المناسبة والله الجمهور اغتنموا بيض الله وجيههم. صحيح. مقدمين تبرعات، رعاية الأيتام في وقف الوداد بيض الله وجيههم. بيض الله وجيههم. وهذه هدايا برر عليها بالله. بيض الله وجيههم. بيض الله وجيههم. الله يرزقهم ويقبلها. طبعا في بشارة ان الوقف ما عاد باقي عليها الا 20% ترى. ما شاء الله. يا سلام. ان شاء الله نفرح بها ان شاء الله في الايام الجاية تقفل 100% باذن الله. بإذن الله. والحين بنشوف مقطع فيديو حنا وياكم وراجعي. عطني علومك
اليتيم يبي منا مأوى، يبي منا كلمة طيبة، يبي منا الرأفة. إذا كلنا حطينا في بالنا أن اليتيم أخ ولد، مع ذلك ما نبين له أنه يتيم، فالأمور إن شاء الله أنها طيبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، كفلك يتيم يبارك لك ربي في رزقك وفي حالك وفي مالك وفي عيالك. الدال على الخير كفاعله، تصدق وبادر قبل أن تغادر، في النهاية أنا وأنت اللي محتاجين الأجر، ما هو بالمستفيد هو المحتاج. تبغون ياتي مالكم عد بن زلال ويبارك الله فيه وجود بركة، تبرع من مالكم بياته مال تمسح بها راس اليتيم وتترك. ما قصروا جمعية الأيتام، جمعية وداد، الله يعطيهم العافية ويكتب أجرهم، ومصرحة من الدولة، اللهم لك الحمد، ما لك عذر على البدار، البدار البدار. ولا ننسى دعم وقف أيتام الوداد. إذا ما عندك استطاعة فالدلع على الخير كفاعله. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.